بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين. نواصل اليوم شابتر 4، شوف المقطع السادس. شوف فيه granted number. إيش تعريف granted number؟ يقول لك the relative thickness of the velocity and thermal boundary layer اللي هي دلتا اللي شفنا قبل على دلتا T thermal boundary layer thickness is best described by dimensionless parameter granted نمبر. البرانت نمبر هذا يصف لنا النسبة ما بين الاثنين بصفة أحسن. المولكيول هو يساوي المولكيولار ديفيوزيفيتي أوف مومنتوم، ديفيوزيفيتي يعني الفيلوسيتي باوندري لاير، نقسم على المولكيولار ديفيوزيفيتي أوف هيت اللي قصدنا بها الثيرمال باوندري لاير اللي هي دلتا تي، أو بصفة أخرى هو الميو على الألفا. الميو اللي هي مومنتم ديفيوزيفيتي، والألفا هي ثيرمال ديفيوزيفيتي. البرانتر نمبر اوف غازس يساوي الواحد. طب ليش؟ which indicate that both momentum and dissipate and heat dissipate through the fluid at about the same rates. يعني انه زي ما قلنا نحن قبل دلتا والدلتا تي تقريبا متساويين، او انك تقول ديفيوزيفيتي تبع المومنتوم والهيت انهم متساويات. لاحظ هنا الجازس يقول لك انها قيمتها من 0.7 الى 1، لكن بالنسبه للليكويد ميتالز يقول لك انها البرانت تبعها اقل بكثير من 1، اقل بكثير من 1. ليش؟ لانه الهيت ديفيوز فيري كويكلي relative to momentum، يعني الألفا تبعه كبيرة جدا بالنسبة للميو، ولذلك تكون القيمة أقل بكثير من الواحد. أما بالنسبة للأويل فالهيت a very slow heat diffuse very slow in oil relative to momentum، الألفا أقل بكثير من الميو، إذن البرانتل حيكون أكبر بكثير من الواحد. لاحظ الأويل عندنا من 50 إلى 100. نفس الطريقة ممكن نشرحها عن طريق thermal boundary layer is much thicker for liquids metal liquid metals thermal boundary layer تبعهم دلتا تي سميكة جدا. بالنسبة لمين؟ بالنسبة للأويلز. الأويل قالك إنها must thinner. نقول مثلا هذه بالنسبة لليكويد ميتال، هذه هي دلتا تي مثلا بالنسبة لي الأويل، كله طبعا بالنسبة لي إيش؟ relative to the velocity boundary layer. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.